determinants المحددات. Definition: the determinant is a function from the set of all square matrices to the set of real numbers. إذا بحكينا هنا المحدد هو عبارة عن اقتران من مجموعة كل الـ square matrices إلى مجموعة الـ real numbers، الأعداد الحقيقية. بس قبل ما نوضح الـ definition أكثر، إذا راجعكم بمصطلح الـ function، مثلا عندي هنا أنا مجموعة A، هنا عندك مجموعة B، مثلا كان عندي 1 2 3، الواحد مرتبط مع الواحد، الاثنين مرتبط مع 4، الثلاث كان مرتبط مع 9، وهنا في عنا عنصر 16 غير مرتبط. طيب الحين أنا في عندي ريليشن ما بين الـ A والـ B، بدي أشوف هذه الريليشن هل هي فانكشن أو لا. تعريف الفانكشن، يا جماعة في حدا ذاكر متى الريليشن نسميه فانكشن؟ تفضل يا ربيع. دكتور، إنه كل عنصر في المجال له صورة واحدة في المدى، يعني الواحد ممنوع يرتبط غير بالواحد بالـ B، غلط نحكي واحد مع واحد وواحد مع 4. ممتاز، إنه هنا يا جماعة كل عنصر بالمجموعة A لازم يرتبط فقط بعنصر واحد فقط في B. يعني لاحظ الواحد مرتبط فقط مع الواحد، الاثنين مرتبط فقط مع 4، الثلاث فقط مرتبط مع 9، فبالتالي الإف يسمى function. لو كان مثلا الثلاثة مرتبط مع 9 ومع 16، بهذه الحالة يا جماعة لا يسمى function. ليش؟ لأن الثلاثة ارتبط مع عنصرين مختلفين اللي هو الثلاث والستاعش. إذا مرة ثانية تعريف الفانكشن، إنه لازم كل عنصر بالمجموعة A يرتبط فقط بعنصر واحد فقط بالمجموعة B. المجموعة A زي ما بنعرف بنسميها الدومين، المجموعة B فقط مجموعة B كاملة بنسميها الكودومين. أما العناصر الموجودة في B ومرتبطة مع A تسمى رينج، يعني 1 و4 و9 أو بنسميه الرينج. إذا مرة ثانية المجموعة A كاملة تسمى دومين، مجموعة B كاملة تسمى كودومين، أما العناصر الموجودة في B وبتكون مرتبطة مع الـ A تسمى رينج. أي سارة شو عندك؟ طيب إذا نرجع مرة ثانية يا جماعة، إذا هون بحكينا الديتيرمينانت المحدد هو عبارة عن اقتران، عبارة عن فانكشن من مجموعة كل السكوير ماتريسيز. يعني المجموعة الأولى هي مجموعة السكوير ماتريسيز، فنعتبر السايز هو عبارة عن n by n. طب شو المجموعة المقابلة اللي هو الكودومين؟ to the set of real numbers، هي مجموعة الأعداد الحقيقية. وإحنا بنعرف الأعداد الحقيقية هي جميع الأعداد كانت positive negative بالإضافة إلى الزيرو. معناته هنا يا جماعة كل عنصر في الـ M N of R، يعني كل matrix السايز إله هو عبارة عن N by N، بقابله عنصر واحد فقط في المجموعة R. كيف تعريف الديتيرمينانت؟ بداية بدنا ناخذ تعريف الديتيرمينانت إذا كان السايز للماتريكس 1 by 1. The determinant of matrix A، شوف السايز هنا 1 by 1 is A. إذا الماتريكس اللي بيحتوي على A الديتيرمينانت له هو عبارة عن A. يعني قلت لك إيش هو الديتيرمينانت للماتريكس اللي بيحتوي على 2، راح تحكي لي 2 بيحتوي على سالب 2، إذا بيساوي سالب 2. star if A equal matrix مدخلاته A B C D then determinant A equal A D minus B C. إذا يا جماعة إذا كان الماتريكس السايز له 2 by 2 فكيف تعريف الديتيرمينانت؟ يعني بضرب الـ A في الـ D
ناقص البي في السين. واتوقع هذا مر معنا قبل، انه في شرط انه اذا كان الماتريكس انفيرتبل او نوت انفيرتبل، وبنتذكر اذا كان الاي دي ماينس بي سي لا يساوي زيرو بكون انفيرتبل، اذا كان يساوي زيرو بكون نوت انفيرتبل. If A equal A B C D is invertible, then final A inverse equal 1 على determinant A، بنبدل المين دياجونال A D بصير D A، والباقي بنضرب بالماينس. إذن هون يا جماعة بدل ما نكتب A D minus B C كتبنا بدالها determinant A. طيب example. Find the determinant of each matrix using cofactor expansion. بعد شوي راح احكي لكم ايش هي طريقه الكوفاكتور اكسبانشن. طيب نمبر 1، معطينا الماتريكس A مدخلاته 3 4 2 6. اذا معناته الديتيرمنت بده يكون 3 ضرب 6 18 ماينس 4 ضرب 2 8، 18 ماينس 8 10. بالتالي اذا سالتك هل الماتريكس A انفيرتبل، راح تحكي لي نعم هو انفيرتبل لانه الديتيرمنت لا يساوي زيرو. نمبر 2، ديتيرمنت B equal minus 2 ب 0 0 minus 1 ب 4 4، اذا هون 0 minus 4 الناتج minus 4، وايضا الماتريكس B هو انفيرتبل. إذا هيك احنا تعلمنا تعريف الديتيرمنت إذا كان الماتريكس 1 باي 1 وإذا كان 2 باي 2. طب إذا كان 3 باي 3، قبل ما نيجي على التعريف 3 باي 3 في هناك بعض الملاحظات بدنا نعرفها. مثلا هون عندنا الشكل العام الماتريكس 3 باي 3 A1 1 A1 2 A1 3 إلى A3 3. بدنا نعرف انه في هناك للموقع له اشاره، يعني هون العنصر الاول له اشاره، العنصر الثاني له اشاره، حتى العنصر الاخير او المدخل الاخير فيه له اشاره، وهذا الاشاره اما بتكون موجب او بتكون سالب. طب كيف بدنا نعرف انها موجب او سالب؟ وهي بالاعتماد على الاندكس نمبر. كيف يعني بالاعتماد على الاندكس نمبر؟ يعني عندك هنا إذا كان الاندكس نمبر مجموعهم، إذا كان مجموعهم even زوجي بيكون إشارة الموقع موجب، وإذا كان مجموعهم odd فردي بيكون إشارة الموقع minus. إذا متى بتكون plus؟ إذا كان الاندكس مجموعهم even، وإشارة الموقع بتكون minus إذا كان مجموعهم هو عبارة عن odd. يعني لاحظ هنا 1 زائد 1 2، الاثنين زوجي اذا اشاره موجبه. 1 زائد 2 3، 3 فردي اذا اشاره الموقع عباره عن سالب. لاحظ هنا مثلا A2 3، 2 زائد 3 5، الخمسه فردي اذا الاشاره عندك سالب. هنا مثلا A3 1 المجموع 4، الاربعه زوجي اذا معناته اشاره الموقع موجب. طب اذا عرفنا كيف نحدد اشاره الموقع، متى بتكون موجب متى بتكون سالب، ممكن طريق اسهل من هيك. لاحظ انه المين دياجونال دائما اشارته موجب، ودائما العنصر والعنصر اللي بجنبه بيكون عكس الاشاره. يعني اذا كان اللي هون موجب اللي بجنبه بيكون سالب، لاحظ هون سالب، بما انه اللي هون سالب اللي تحته بيكون موجب، اللي بجنبه بده يكون موجب. طب هذا بالنسبة لإشارة الموقع. الحين كل عنصر يا جماعة داخل الماتريكس في له كوفاكتور، كوفاكتور نمبر. طب إيش هذا الكوفاكتور؟ بدي أوضحه مثلا عن طريق الإكزامبل اللي عندي هون. عندي الماتريكس اللي عندي سالب 2 1 3 0 5 ماينس 1 3 4 ماينس 4. على الوايت بورد بدنا نوضح شو المقصود بالكوفاكتور.
طيب مثلا بدي اعرف ايش هو الكوفاكتور للماينس 2، شو بعمل؟ بعمل انترسكشن، تقاطع. لاحظ انه الماينس 2 هو موجود بصف اول عمود اول، اذا معناته يا جماعه هنا بعمل تقاطع، المتبقي بوجد له الديتيرمينانت هون على الهامش، الديتيرمينانت للخمسه ماينس واحد اربعه ماينس اربعه ويساوي زي ما تعلمنا بال 2 باي 2 كيف نوجد الديتيرمنت، نضرب 5 في ماينس 4 ماينس 20 ماينس ماينس 1 في 4 ماينس 4 بلس 4، اذا هون الناتج ماينس 16. طيب وبعد هيك يا جماعه بنضرب اشاره الموقع، لو قلت لك شو اشاره الموقع راح تحكي لي موجب، اذا معناته يا جماعه الماينس 16 يسمى الكوفاكتور للماينس 2. مرة ثانية، كيف نوجد الكوفاكتور للماينس 2؟ بعمل تقاطع، المتبقي بحسب له الديتيرمينانت وبعدين بنضرب بإشارة الموقع. مثلا بدي أوجد الكوفاكتور للواحد، الواحد موجود صف أول عمود ثاني، المتبقي بوجد له الديتيرمينانت، هون عندك 0 ماينس 1 3 ماينس 4 ايكوال 0 ضرب ماينس 4 0 ماينس ماينس 1 ب 3 ماينس 3 اذا صار بلس 3، اذا معناته الديتيرمينانت قيمته 3. لكن لا تنسى بنضرب اشاره الموقع، الاشاره هنا سالب، وبالتالي هون يا جماعه الكوفاكتور للواحد هو عباره عن سالب ضرب 3 ويساوي سالب 3. اذا السالب 3 هو كوفاكتور مين؟ الواحد. مثلا بدي اوجد الكوفاكتور للاربعه بنفس الطريقه، صف مع عمود، المتبقي بنحسب له الديتيرمينانت بعدين نضرب بإشارة الموقع، ماينس 2 3 0 ماينس 1، وأنا حاصل الضرب 2 ماينس 0 إيكوال 2. طب شو إشارة الأربعة؟ إذا أنت مش عارف الإندكس، الماينس 4 موجودة على المين دياجونال، إشارتها موجب، إذا اللي بجنبها بده يكون سالب، فبالتالي الكوفاكتور للأربعة راح يكون 2 ضرب سالب ويساوي سالب 2. مريم عصام تفضلي. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا بدي أسألك، يعني هلا لما تحكي لي عند الكوفاكتور مثلا عند الأربعة، يعني أنا بدي أخلي يصير تقاطع عند الأربعة؟ أيوة، الأربعة وين موجودة؟ وين موقع الأربعة؟ الأربعة موجودة بصف ثالث عمود ثاني، إذا بصير تقاطع ما بين الصف الثالث والعمود الثاني، المتبقي بحسب له الديتيرمينانت. تمام، والإشارة الموقع ذات الأربعة اللي عند التقاطع يعني. أيوة، الإشارة اللي هو لأن أنا بدي أوجد الكوفاكتور لمين؟ للأربعة، فبالتالي بدي إشارة الأربعة. تمام. فإشارة الأربعة أو إشارة موقع الأربعة هو عبارة عن سالب. تمام. طيب معتصم. دكتور كوفاكتور الماينس 2 سالب 20 زائد 4 سالب 16، مش المفروض نضربها بالسالب 2 تصير 16؟ لا بس أنت شو إشارة الموقع؟ أنا موجب هون. أنا بضربها مش بالعدد بالمدخل، أنا بضربها بإشارة الموقع. تمام. موجب ضرب سالب 16 سالب 16. يعطيك رهف. دكتور في الورقة مكتوب إنه مش بس تضرب في الإشارة، تضرب في الرقم.
لا هذاك موضوع الديتيرمنت، احنا لسه ما دخلنا بتعريف الديتيرمنت. تمام احنا بس انا قاعد بعلمكم انه كل مدخل بالماتريكس فيه له اشاره وفيه له كوفاكتور. اوكي تمام. اوكي بس في التطبيق بنضرب بالرقم. الحين بعد شوي راح اعلمكم كيف نوجد الديتيرمنت ل 3 باي 3 سند. ده لا خلاص دكتور جوك وضحت الامور. تمام تمام. طيب هنا يا جماعة معطينا example find the determinant of the matrix using cofactor expansion. إذا نصير نعرف شو المقصود بالكوفاكتور. طيب معطينا number one و number two. number one المطلوب cofactor expansion along the first row. يعني أنا بدي أستخدم الصف الأول، يعني أنا بدي أوجد الديتيرمينانت باستخدام الصف الأول. طب بما انه الماتريكس موجود طيب بدي اوجد الديتيرمنت للماتريكس A باستخدام الفيرست رو. الديتيرمنت هي رمز الديتيرمنت للماتريكس A، او يا جماعه ممكن نستخدم هذا الرمز. طيب نيجي هون كيف بدي اوجد الديتيرمنت للماتريكس A باستخدام الصف الاول. بات يا جماعة على الصف الأول، الصف الأول شو مدخلاته؟ سالب اثنين وواحد وثلاث. بثبت فوقيهم إشارة الموقع، يعني هنا موجب، هنا سالب، وهنا أنا عندي موجب. طيب ببدأ بسالب اثنين، بكتب هون سالب اثنين. بعدين بعمل تقاطع صف مع عمود. المتبقي خمسة ماينس واحد أربعة ماينس أربعة، هذا يا جماعة بوجد الديتيرمنت له هون على الهامش. بقول خمسة في ماينس أربعة ماينس عشرين ماينس ماينس أربعة إيكوال ماينس ستاعش مضروبا بإشارة الموقع. ماينس ستاعش في إشارة الموقع موجب. إذا هون يا جماعة بدي ينضرب في ماينس 16. إذا معناته بلغة ثانية بجعل سالب 2 بضروبها بكوفاكتور السالب 2. زي ما عملنا قبل شوي تقاطع صف مع عمود. المتبقي بناخذ له الديتيرمينانت بعدين بنضرب الإشارة. هذا هو الكوفاكتور. إذا الكوفاكتور مضروبا في المدخل الأول. طيب زائد عندنا هنا واحد مضروبا بكوفاكتور الواحد. كوفاكتور الواحد تقاطع صف اول مع عمود ثاني. بالتالي شو متبقي عندك؟ زيرو ماينس واحد اربعة ماينس اربعة. يلا الديتيرمينانت الهم زيرو بماينس اربعة زيرو ماينس ماينس واحد بثلاث ماينس ثلاث إذا بلس ثلاث. إذا الديتيرمنت عندك ثلاث. ثلاثة والإشارة سالب إذا سالب ثلاث. إذا السالب ثلاث هو كوفاكتور الواحد. بعدك بنتقل للثلاث. طيب نعمل انترسكشن تقاطع زيرو بأربعة زيرو، لأن هاي العناصر متبقية يا جماعة، هو الزيرو والخمسة
والثلاث والأربعة 0 بأربعة 0 ماينس 5 بثلاث 15 الناتج ماينس 15 ماينس 15 إشارة الموقع موجب إذا عندك هنا ماينس 15 الماينس 15 هو الكوفاكتور للثلاث بعدين بصير عملية تجميع ماينس 2 في ماينس 16 عندك 32 ماينس 3 وهنا ماينس 48 ويساوي 32 ماينس 3 29 ماينس 48 هاي يا جماعة كم الناتج هنا؟ هاي ربيع شو عندك؟ دكتور 3 ضرب سالب 15 صح 45 عفوا هون 45 بالضبط لان هنا 45 عفوا لان هنا بده يكون عندنا ماينس 16 اذا يا جماعه ديتيرمنت الماتريكس ايه هو عباره عن ماينس 16 انا استخدمت الفيرست رو الصف الاول ممكن تسأل تقول طب في طرق غير الطريقة هذه بنقول نعم ممكن أستخدم السكند رو ممكن أستخدم الثيرد رو ممكن أستخدم الفيرست كولوم أو السكند كولوم أو الثيرد كولوم فبالتالي يا جماعة عدد الطرق الموجودة هي عبارة عن ست طرق الست طرق كيف حصلنا كيف عرفنا عددهم ستة؟ إنه أنت عندك ثلاث صفوف هي ثلاث طرق وعندك ثلاث أعمدة أيضا ثلاث فعندك ست طرق إذا ست طرق طبعا يا جماعة بأي طريقة أنت استخدمت لازم يكون الديتيرمنت هو عبارة عن ماينس 16 تفضل يا سند دكتور بدي أسألك هسا الديتيرمنت نقدر نستفيد منه في الانفرس أو في ال أيوة نعم لما نيجي نوجد الانفرس باستخدام الأدجوينت لازم أكون عارف إيجاد الديتيرمنت يشكر طيب الحين عندك واجب عندك على الدفتر بدنا نوجد الديتيرمنت للماتريكس A باستخدام السكند رو استخدام الصف الثاني طيب حسان تفضل يا حسان يعطيك العافية دكتور الله يعافيك دكتور أول خطوة من حط إشارة للموقع للصف الثاني هاي أول خطوة ممتاز عندك هنا إيش موقع الزيرو يا حسان سالب إشارته سالب هنا سالب خمسة موجب والسالب واحد سالب هنا سالب طيب بداية شو بدك تعمل بكتب الصفر بس بما انه صفر فيني انتقل عنه يعني اروح عنه هذا لانه المدخل صفر فراح يعطيني صفر لما اضربه فما ممتاز. في داعي اني افعل ممتاز اذا هون يا جماعه زي ما حكى حسان انه هون الكوفاكتور للزيرو لما ينضرب بالزيرو هيعطيني الناتج زيرو بالتالي ما في داعي اعمل الكوفاكتور له طب بعدك شو بدك تعمل؟ زائد خمسه بحط خمسه وبروح بجيب كوفاكتور الخمسه نروح بنجيب كوفاكتور الخمسه بنعمل نعم. تقاطع صف مع عمود شو المتبقي عندك يا حسن سالب 2 ضرب سالب 4 طيب هون بس نوضحها اكثر هون سالب 2 متبقي و3 و3 وسالب 4 اذا شو بيكون عندك سالب 2 بسالب 4 8 ناقص 9 ناقص 9 والناتج سالب واحد. سالب واحد والموقع موجب فبتنزل سالب واحد ممتاز زائد بعدين. سالب واحد مظبوط زائد سالب واحد ناقص واحد نعمل تقاطع نعمل تقاطع بضل عندي سالب اثنين ضرب اربعة سالب ثمانية واحد ضرب ثلاث ثلاث الناتج كم هنا؟ ناقص 11
ناقص 11. وشو شرط الموقع؟ سالب، فبتصير 11. فبتصير 11. هسه بتصير سالب 5 ناقص 11 ويساوي سالب 16. سالب 5 سالب 11 الناتج سالب 16. ممتاز يا حسن، يعطيك العافية دكتور. طيب بدنا يا جماعة باستخدام الفيرست كولوم، يلا عندك على الدفتر باستخدام الفيرست كولوم العمود الأول، أيضا لازم يكون الناتج سالب 16. سارة عماد تفضل يا سارة. هلا أول إشي بدنا نعمل هو للسالب 2. هلا احنا اول شيء نحدد الاشاره، اول شيء موجب سالب موجب، بنحط اللي هو دف ال اي دف قصدي سوري. هلا السالب 2 احنا طلعناها بالبدايه اللي هي كانت سالب 2، وهاي طلعناه اللي هو كان سالب 16 لما ضربنا. هلا الثانيه اللي هو ماينس 0، هلا من غير ما اعمل شيء تمام. وانا 3 بالكوفاكتور تمام. هلا اللي هو 1 في سالب 2 سالب 1 اللي هو 1 سالب 1 و 3 في 5 15 من هنا سالب 16 هلا هاي اول شيء اللي هو هنا موجب هنا الاشاره موجب حظل نفس الشيء سالب 16 يساوي ثلاث 32 سالب تأكيد 32 ناقص كم هنا 48 هون، بالتالي طرحهم 32 ناقص 48 هو سالب 16. واضح يا انا لخبطت برقم واحد بس تمام. طيب تمام. اذا هنا يا جماعة بنلاحظ انه عندنا أكثر من طريقة وعددهم 6 طرق، بالتالي أنا لما بدي أوجد الديتيرمنت للماتريكس A فبالتالي فقط بختار واحد من هذه الطرق، لكن في هناك طريقة أسهل من طريقة، يعني مثلا أنا لو بدي أوجد الديتيرمنت إما بختار الصف الثاني أو العمود الأول. طب ليش اخترت الصف الثاني أو العمود الأول؟ لأنه بيحتوي على الزيرو، يعني أنا بدل ما أجي أحسب ثلاث حدود فقط حسبت حدين زي ما صار معنا هنا بالعمود الأول. بالتالي يا جماعة دائما الأسهل إني أختار صف أو عمود بيحتوي على أصفار. طب بدي اعلمك طريقة سابعة، طريقة رقم 7 إذا حبيت. الطريقة السابعة أنه بكتب الماتريكس مثل ما هو، يعني ماينس 2 1 3 0 5 ماينس 1 3 4 ماينس 4 وبعيد العمود الأول والثاني، نعمل إعادة للعمود الأول والثاني وبكتبهم هنا بجهة اليمين، يعني سالب 2 0 3 1 5 4
إذن مرة ثانية بكتب الماتريكس مثل ما هو وبعيد العمود الأول والعمود الثاني. بعدين يا جماعة ببدأ بالمين دياجونال، بضرب جميع العناصر، عناصر المين دياجونال مع بعض، والناتج بإشارة موجبة. بعدين باجي على العناصر الأعلى منه اللي هو الواحد والماينس واحد بالثلاث، والناتج بإشارة موجبة. بعدين الأعلى منه ثلاث وزيرو أربعة، والناتج بإشارة موجبة. بعدين عملية عكسية، ثلاث خمسة ثلاث بإشارة سالبة، أربعة ماينس واحد ماينس اثنين بإشارة سالبة، أربعة زيرو واحد بإشارة سالبة. إذا لاحظ يا جماعة كل خيار بيحتوي على ثلاث مدخلات. شوفوا أنا ثلاث مدخلات، الأعلى منه ثلاث مدخلات، الأعلى منه ثلاث مدخلات، والاتجاه العكسي أيضا ثلاث مدخلات في كل خيار، ثلاث خمسة ثلاث، أربعة ماينس واحد ماينس اثنين ماينس أربعة زيرو واحد. طيب الحين الديتيرمنت الـ A كيف بدنا نوجده؟ هون الديتيرمنت الـ A بيساوي، باجي يا جماعة على المين دياجونال، بضرب جميع العناصر مع بعض زي ما حكينا، بعدين بتنضرب بالإشارة، الإشارة اللي هي الموجبة. فماينس اثنين ضرب خمسة ضرب ماينس أربعة، فالناتج هون عندك ماينس عشرة في ماينس أربعة أربعين في موجب، إذا هو عندك أربعين. بعدين واحد ضرب ماينس واحد ضرب ثلاث، والناتج بإشارة موجبة، يعني راح يكون الناتج ماينس ثلاث. هون عندك ثلاث بزيرو بأربعة حاصل ضربهم زيرو. هيك انتهينا من الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، ثلاث ضرب خمسة ضرب ثلاث، خمسة عشر بثلاث خمسة وأربعين في سالب سالب خمسة وأربعين. هون نفس الشيء، أربعة ضرب سالب واحد ضرب سالب اثنين، فعندك هون ثمانية بسالب سالب ثمانية. هون سالب أربعة بزيرو بواحد، إذا الناتج زيرو. بعدين بصير عملية تجميع. يعني لاحظ هون 40 ناقص 3 37، هون هون ماينس 48 ماينس 45 وماينس 8 راح يكون عندك ماينس 53. سبعة وثلاثين ماينس ثلاثة وخمسين اللي هو عبارة عن ماينس 16.